Good morning. ونهار جديد واخر نهار بميشيغان. بعرف رح نرجع اكيد خبرتكم نهار امبارح كان روعه. اذا قفيتوا فيديو طبعا امبارح يوتيوب بليز دو. نهار عظيم طويل gathering emotions اكل طيب beautiful amazing day. من بعد ما قضينا نص نهار امبارح مع المير وحبيته كتير young fresh ambitious عربي لبناني عم بيعمل تغيير و thank you so much لأنه أخذنا. هلا مدام أنا عندك بدير بون. thank you مرسي تاكر طلعوا المحبة. من هون رح نرجع نبلش نهارنا معه. رح نكفي برمتنا على النجاحات اللي موجودة بهيدي المدينة العظيمة قبل ما نكفي نسوق يمين شمال وعشية كفي على واشنطن. نهار جديد بيبلش هلا. Good morning, Anthony. Good morning, everyone. It's Abdullah Hamoud. We have several restaurants on the horizon today. From Tahama's, my favorite in the whole city, but to also special places like Dearborn Pizza, where what's special on the menu is not just the pizza, but a special dessert, which we'll show you later. We are on the corner of Warren and Chase in the city of Dearborn. And this few mile strip is actually known as the Arab American Business Corridor. You find you have Fatima's Grill, you have the Biblos Banquet, you have Papaya's, Mendy House. And so this is where we have what we call the salad bowl, where each unique cultural element within the Arab world is here within Dearborn. We have our American components that we add in, but we hold on to our roots, we hold on to our culture, we love to share it with the rest of the world. And so you have this 3 mile stretch of just Arab American business owners all throughout. And it's something that we love to talk about because it's also flourishing throughout the whole city. Regardless of where you are, whether you're in Canada or in any other state or anywhere in the globe, what we also want to tell you is we welcome you here. Baitna Baitkum. We'd love for you to come to experience the city of Dearborn because those who typically come for the food, they stay for the culture, they stay for the family, and they stay for the community. We are at Kaka al-Abbas, al-Abbas Cookies. The minute the door opens, you smell the aroma and your stomach opens up and you're ready to enjoy. Wow, شو الريحة. حسيت حالي بالنبطية بثانية بكبسة. حسيت حالي بجنوب لبنان. Oh my God. هاي مرحبا مرحبا. Amazing. دغرا على المطبخ. عمالي بحضر لك لبني مع الكعك زيتون بلدي شغل بلادنا لبنان بنتج بيت لبني بلدية طمعاني عمليتها على ايدي ومزقطيتها من إلا زقلطة دعبلية عمت ناس كتيري منحبه من أيام جدودنا هون نحن تعرف ستاتنا كانوا يعملون هون وناكلهم ومنحبه سبحان الله. أنا حسين بيضون من بنتج بيت جيت على البلد ب 2010 وكانت فرص العمل ضئيلة ففتحنا هالشغلة هيدي وبلشنا فيها وقالنا الكريم خذوا شوي شوي صرنا نكبر ومشي الحال كتر خير الله. بنبيع كعك سيدة وكعك بتمر ومعمول سيدة معمول بالتمر والجوز. ضليت على 4-5 انواع عندي جودي فيهم بس ما كترت الانواع. ليش؟ لانه خلص هدول ماشيين معي وما بعمل شيء غيرهم لاضربهم. ضلوا نفس الشيء هن زيته. هلا بتدوق بتشوف. صدقني بياخذوا من هون على لبنان معهم العالم بس يسافروا بياخذوا من هون على لبنان. كعك العباس، كعك سيدا، كعك بالطمر ربينا عليه من اجدادنا لهلا. حبيت كفي هالتراث بس جيت على ديربون والحمد لله مشي حالي ومشيت فيه. المكونات طبيعيه جدا، زبده، طحين سمن عادي، البهارات بعملها على ايدي انا، بطحنها انا، بنقبها انا حبه حبه مثل ما بقولوا، بظبطها وبنحط معاها زياده حب وبتطلع كمية حلوة ولقمة طيبة. هيدي فينا اكلها مع لبنة؟ ايه السادة مع لبنة. انا بحبها مع زبدة وعسل. كمان ريحتها شو حلوة. يا ستنا يعني شو بدي اقلك؟ بشكرك. اهلا وسهلا. بتحضر المدام الفيديو تبعي كلهم، بتعرفني بحب اللبنة. قبل ما نبلش بالكعك قلنا بنبلش باللبنة. لبنة مكعزلة معمولة على الطريقة القديمة، زيتون من لبنان، الزيتونات من لبنان.
مان لبنة لبنة قصة كبيرة. Sweet and savory combined. شوي شوي حلو شوي. لبنات روعة. زيتونات من لبنان. لبنة مكعزة بعد ما أكلت بسفرة. واو. هيتا نكفي. ندوق الكعكة المزبوطة. بعد شوي بعد شوي. جواب بعد شوي. مشغول هلا مشغول. اللبنة بتتروب على الإيد بالبيت. شفت العوايد اللبنانية كيف خفيت ولحقتنا. اللبنة بالبيت. وأكيد بتعلم ولادها تهد التراث ما يموت. كعك. كعك شنو كعك صيدا. كعك النبطية. كعك سور. كعك كل الجنوب. التمر. بيوتف التمر. بيوتف الكواليتي. سكر كتير 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 خفيف. ما بيحلي القلب. ما بيحرق الزنعيم. كعكة طيبة خفيفة. حكي. ما بتكسر. بتحلق شوي شوي صغيرة. مع شاي. مع قهوة. ترويقة. So good. تخيلوا. محل. على المين رود. ببيع وان ايتم. مش عم بيلحق كل السنة. كنا عم نحكي عن ايموشن اللبنيس فود. هيدا ايموشن. هيدا بدق بالقلب. تشتاق لبنان قاعد هون. تكتش كاتشة. كل الحنين بيرجع. شو بدي اعمل؟ يا ربيع شو بدي اعمل؟ كيف بدي اعمل؟ كيف بدي اعمل هلا؟ لبنة وهيك كعك ما عندي بلبنان. بصير انزل على جنوب كل يوم. مش معقول شو هالطعمة مع بعضهم. Great stop. Spot on. حبة لبنان inside of Michigan. Exactly. هي حبة لبنان inside America. لبنان بعيد عن لبنان. أهلا وسهلا فيكم بديربورن. بس بتشتى عندهم بالصيفية يعني بس. We are at Arbil Kebab, which is one of our infamous Iraqi kebab places here in the city of Dearborn. Anthony said he loved Iraqi kebab, so we're going to take him to the best that we have. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم اهلا وسهلا بالسيتي اهلا وسهلا بك انتونو رحب بكم هنا بديربون رحب بكم بالجاليه العربيه واهلا وسهلا بكم مره ثانيه وثالثه ورابعه المطعم انفتح انا اول شيء حاج حسن من كباب اربيل من السماوه اصلا من العراق وهنا فتحنا هذا المطعم باسم كباب اربيل لانه شهرة كباب اربيل ما شاء الله مشهوره معروفه على مستوى العربي مو مستوى العراقي او فتحنا بال2009 كان قبلنا واحد وجينا احنا اخذنا بال2009 اختارنا هذا المكان والحمد لله وشكر الامور ماشيه وتتطور من يوم الى يوم السر باربيل هو ما نقدر نعرفه احنا سر باربيل بس احنا نحاول نكون قريبين عليه ويعني واللي يجينا يقول ان انتم اقرب واحد لكباب اربيل الفرق هو انه احنا نستخدم اللحمه مع الليه اكثر شيء لهذا تنطي طعم شوي تستي اكثر باللحمه عندك اخوتنا الشاميين بشكل عام يستخدمون لا يستخدمون شو اسمه البقدونس والشغلات يعني يضيفون عليه اضافات تكون تاخذ من طعم اللحمه احنا لحمه نقيه تجيك يعني لحمه فريش بدي اقول لكم انا بيج فان بيج 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 فان بتعرفوا عملت حلقات كتير بالعراق وراح ارجع على العراق قريبا فيني اخبركم الكباب من الاطيب ان كان القص اللحم نوعيه اللحم كميه اللي بحطوها مع الكباب طلعت الدخنه اللي عم تطلع الريحه برا اساسا اول ما وصلنا الريحه مثلية الدنيا عندكم كباب فيه لي فيه لحم اصيل ملح بهار وبس وماشي تاني عند العراقيه بتاكلوا دولمه من اطيب ما يكون التمن الرز يعني الطاولة الفاصوليا الأكرة البامية وأشياء تانية كتير اليوم رح ناكل كباب هي بعد ترويقة نهار بعده بلش بأول شوية فول وكتير مبسوط رح أرجع استطعم طعمة العراق هون بديربون
بدي اعرفك على الاكل العراقي. هيدا اسمه باجيلا بالدهن، يعني بيستعملوا بالعراق فول كبير تحت عندك خبز مسقاية دهن. It looks phenomenal. It smells good. مع بيض على الوجه مقلي بالدهن. سو هني الوحيدين اللي بيعملوا بيض مقلي دريل تينج. نحن بنعمل بيض من المقلية right? صح. In the pan. بس هو بنعمل بيض مقلي. هون بيعملوا بيض مقلي يعني in the oil. عندك الكباب يلي شافوا الصورة قبل شوي قديش فيه فات. خبز الصمون. My TV show in Iraq is called صمون وزعتر. صمون العراقي وزعتر اللبناني. هون عنا البيض يلي اسمه مكلمة. And probably best for last. هلا بعد شوي رح ناكل the traditional breakfast slash dessert. يلي هو هيدي القشطة طبعنا. بس هي قشطة جاموس معروفة كتير بالعراق. عنا قاهي وقيمر. بعد شوي. بعرف شو تترايز. انت بناكل. هلا بناكل. Okay. هلا بناكل. أول شغلة بدنا ناخد الكباب. فات. لي. لحمة. Please feel free. Enjoy. Super juicy. Amazing meat. بتحس بالفات بس ما بيقرش الفات. سوبر تندر. كرانشي فروم ذا اوت سايد. ضربته النار. يعطيك العافية. And then هيك. شوية بيض. شوية فول. شوية دهن. شوية دهن. شفتن؟ It is wow. يعني بتعرف أنا ما رح أصر عليك إذا بأكل عنك ما تعطل عنك. يلا. بعدين عنا. آه دقيقة هيدا الخبز التنور العراقي الغير شكل. أوه. This one is even better. ناخد شقفة هون هيك بالأصابيع بتلقطوها مظبوط. بيض خضرة. مان. البهارات اللي بقلبها بس. I'm so happy. Enjoy it. Enjoy it. Enjoy it. And then, ta-da-da, comes. They pay me to do this. comes enjoyment. طلع. Puff pastry. مثل البقلاوة عنا بس يعني ما فيها كل الفستق etc. Puff very crunchy, very crispy. تاخذها هون عندك الشيرة اسمه يلي هو مثل القطر عنا. رح اعمل قدامك. شفت الدهن قد ايه. شفت القشطه قديش حلوه. نكزه من هاي. او ماي جاد اتس اوتستاندينج. allow me. او ماي جاد اتس اوتستاندينج. this is a day to remember. I'm sure أنا رح فل رح تتذكر وتقول that day was special. This is outstanding. This is really special. It is. Bad match. I'm so happy. فيك والأكل الطيب. Amazing. الحمد لله. We were at Tahama's. You did not experience Dearborn if you did not experience Midhat's infamous shawarma at Tahama's. أنا اسمي مدحت فخر الدين. أنا من ضيعة صغيرة من ضيعة لبنان اسمها عنود. عنود بتقعد بقضاء جبل لبنان. بتتميز عنود باسمها أول شيء اسمها سرياني. ثاني شيء بتتميز بكثرة العيون فيها والينابيع سموها عنود. عنود فيها أكبر سنديانتين بكل لبنان. عمر السندياني منهم 600 سنة. عندنا غابة محمية سنديان بواسطة مقام الشيخ عثمان كمان فريد من نوع عمر 400 سنة. عنا مسجد بالضيعة عمره 600 سنة. عنود ملتقى لكل المحبين. بيحبوا كل العالم وأهلا محبين جدا وبيحبوا الغريب وبيضيفوه وبيحسنوا ضيافته. وأنا من سكان ديربون. ديربون بلد متواضعة جدا حلوة بأهلها وبكرم أهلها وبضيافة أهلها وكبرت معهم. هني كبروني
واعطوني هالمجد لحتى وصلت لهاللي انا فيه. اسم تهامس هو عباره عن منطقه باليمن اسمها جبال تهامه. تهامه هي جبال خضراء، والتهامه بالعربي هي الارض شديده الخصوبه. اهلا وسهلا بالشباب، تفضلوا، المحل محلكم والبيت بيتكم. بحضره كمان رئيس البلديه الفريد من نوعه عبد الله حمود، اول رئيس عربي بيجي لعنا على الجاليه وبيرفع راسنا. الشاورما عندي طيبه لانه بنستعمل البهارات نحن تركيبه ايدنا، ما بنستعمل بهارات ثانيه. ثاني شيء بنستعمل لحمه نوعيتها ممتازه، ما بنستعمل يعني لحمه تعبانه، ومثل ما انك شايف ما فيها لا دهن ولا عروق ولا شيء. انا جيت على امريكا بالتسعين، اشتغلت ديش واشر، اجلس هون عند محل اسمه دير بون ريستورانت. بعدين الزلمه حبني شوي وقال لي بدي اعلمك مصلحه ما بتعوز حدا بحياتك، وعلمني وصفت اشتغل مثل هالعالم، يعني اجوا من لبنان بالحرب وبالتعتير بس الحمد لله رب العالمين نجحنا بوجود الجالي وساعدونا وكبرنا معهم. على فكره انا مطعم ثلاث اجيال بديربون، صار بشتغل بتهامس 33 سنه، صار مر علي عالم جيل وجيل وجيل. البي بخلف ولد ابنه بصير زبون عندي، الولد بخلف يصير ابنه زبون عندي، وهيك الدنيا تستمر الحمد لله كله بفضل الله وفضل هالجالية الطيبة الكريمة. تعرف هلأ فهمت ساعة قلت لي الصبح your favorite place، مع احترامنا لكل المحلات هلأ فهمت. لما حدا بكرة يقول لك انه ليش انا مش favorite ومش favorite، الفايب الانرجي الطاقة هالزلمة عنده اياها مش معقول. الكلام الحلو حكى عن ضيعته، عن لبنان، عن اصله، رجع حكى عن اصل الكل، رجع حكى عن المطاعم الكل. What a great man inside and then great sandwich to top it off. وكل حدا إنه مدينة knows إنه تهامز is my favorite. يعني معروف، and I post about تهامز all the time. Let's do it. Oh my god. لك بدي جلغي مؤخر همي والطلاطور الروعة واللحمة العظيمة. لك شاورما. Man is good. هلا ببلش فيروز عقلة مبار ما يكون سندويش من هون بالتعامل. اوف اوف عملون زجل. اوف اوف اوف. هاي جود. هي سو فريكن جود. برافو. برافو برافو برافو. That's my favorite. That's my personal favorite. يلي I crave. ساندويش بطاطا. بكل يعني بطاطا، بس بطاطا. كاتشب تحت وفوق، بطاطا طرية ما بتقرش، القرشة بتجي بس من الملفوفة، فيها مايونيز على القد، عندن تطلع السويتنس، السكر تبع الكاتشب، قرشة الخبز المحمصة مثل البسكوي. بك هيدا ساندويش بكل بساطته، ساندويش بطاطا اللبناني. فيكم دقوه هون. بطل والله بطل انت. مش معقول. You're here at Hashem's for all of your spice needs, your coffee, your nuts. This is the place to go. We're about to find out why. التقينا امبارح بالجاترينج وهو اللي قدم كل المعمول يلي أكلون كل الناس وقال له ثانك يو. التقينا امبارح بالجاترينج وعطاني كيس اخذته معي على البيت فيه شوكولا وفيه بذورات، وما كنت اعرف انه رح ارجع التقى اليوم. من الفوته الريحه روعه، من الفوته الالوان حلوين، الموسيقى الجو الحلو، واز الديسبلاي، ديسبلاي نظافه بشكل مش معقول. يمكن في شي 100 كيس هالقد مفتوحين للاخر، ولا نقطه على الارض ولا فستقه على الارض. نظافة بشكل مش معقول، إن كان البهارات، إن كان الشاي، إن كان الحلاوة، إن كان العسل وغيره وغيره. Walking the aisles بيفتح القبلية، بيكون واحد فايت يشتري كيلو بيطلع شاري خمسة مينيموم لأنه شي بشحي، وما تجيبوا معكم ولادكم لأنه ما بيخلوا علبي ما رح يفتحوها وما رح ياخدوا منها، وفي شي لكل حدا من العائلة، chocolate sweets and so on. أهلا وسهلا، welcome home. I'm أحمد هاشم. Welcome to محمصة هاشم. We originally started in 1959 by my grandfather, Wali Sheikh Dib. We are now here, generations later, selling all of these beautiful nuts roasted here in Dearborn, Michigan. Our goal is to bring the Middle East to America.
and to reduce the barrier to great Middle Eastern products, food and flavors, and increase the access to the new cultures here. Invite everybody to feel like they're at home. So here we have our displays. All the bags are open, and it's so you can grab and taste and try anything that you like. So you come in, anything you like, you can try it out. Like some Iranian pistachios. Mayor, thank you again and again. I felt home. حسيت حالي ببيتي ببيتي ببيتي, home away from home. And it's not going to be the last time again. Thank you so much. Thank you. وتضلك بصحتك توقف حد الكوميونتي. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بتروح ترجع بسلامه يا رب. ان شاء الله ما كنت عميتك كثير. بعد بعد بعدنا بقى ترويح. ثانك يو. اول شيء اهلا وسهلا فيك بميشيغان انتوني بامريكا وبديرون سبيشلي. ابراهيم تحسين دباجة ابن بنت جبال. انا اجيت على امريكا ب 1979 عمر صغير. توظفت بمدينه ديربون بوليس ب 1988. كنت أول عنصر من عناصر الشرطة من جنوب لبنان, وأنا افتخرت بهالشغلة هايدي بوقت ما كان في أشخاص من الجالية داخلين على مراكز حكومية. يعني الحقيقة يعني كنت من أول الأشخاص من الجالية. وأنا لألك الحقيقة ما بعرف أنا كيف يعني إجاني طموح لعمل شرطي, بس والحمد لله صار لي 35 سنة واشتغلت مراكز يعني مختلفة جوات الشرطة. وحاليا نحن مع المير حمود بحمايته أو شيء. مرقنا بمراحل كتير صعبة بالأول بأيام يعني ما كانتش الجيل كتير مقبولة لأقول يعني من أصناف من 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 يعني بأمريكا in general. بس والله أنا حقيقة فيني أقول إنه كتير يعني كنت بركز على شغلي على شغلتي على عمل زملاء بالشغل, ولهالسبب هذا وصلتني يعني نفسيتي والطريقه اللي بشتغل فيها اني وصلتني لمراكز يعني صعب كثير يتوصل الشخص. في عندنا نحن ثلاث ديفيجنز, بيقولوا ثلاث ديفيجنز بالبوليس ديبارتمنت, ادمنستريتيف باترول وانفستيجاتيف. انا بالادمنستريتيف ديفيجن, ونحن مسؤوليتنا نحن دائما متابع للتشيف بوليس عيسى شاهين, وهو باي ذا واي تشيف عيسى شاهين مصري والباني. الناس اللي نحن بالشغله اللي اشتغلنا نحن فيها, انا من العناصر اللي مثلا بياخذوا المير على appointments وعلى meetings stuff like that. بس والانفستيجاتيف هن التحريات اللي انا اشتغلت فيها مده كمان, والبترول هن المسؤولين عن الدورات بالشوارع والانسرنج ذا كولز 911 وشكل ماشي. يلا واشنطن واصلين واصلين, بعد في كم وقفه وكرمال الطريق بتعرفوا 8 ساعات سواقه فيري لونج تريب. فقلنا بنوقف على السوبر ماركت نتبضع شوي بنجيب اغراض للطريق تناكل ننبسط ونتسلى. وصلنا على ديربون فريش سوبر ماركت اسواق المدينه. اهلا وسهلا فيكم على ديربون فريش. اسمي علي بيضون, مانجر بديربون هايت لوكيشن اون فورد رود. وي هاف تو لوكيشنز, وان از ان ديربون ايست ديربون اون كولسن ستريت, ذا سكند اجين از ان فورد رود. وي هاف ا هيوج فرايتي اوف اورجانيك جلوتين فري ويتش از ا ليتل بيت يونيك فروم ذا ريست اوف ذا ستورز. We have certain products that are very healthy. عنا هون كمان في اغراض كتير كتير بتيجي من لبنان. عنا البضاعة الشعبية اليونيكا التشوكو برينس, كتير في بضاعة يعني بتحسوا حالكم كأنكم انتو بلبنان. اي شيء اشتقتوا لقلبه بلبنان نحن عنا اياه هون. بنعمل اكل والاكل عنا فينومينال. عنا في كتير شغلات عنا اياها حلوة ومرتبة وطيبة وشغلات كأنكم حاسين حالكم كأنكم بالبيت حد عم يعملها. حنفرجيكم كمان هلأ شوي شو بنعمل وشو عنا كيترين. بنعمل كيترين لكل الأوكيجنز, عراس, كتب كتاب, باريز, ميتينز, anything we can do as a special order too. من الفوتة المكتوب بنقرأ من عنوانه, من الفوتة ريحة حلوة, ترتيب, الغرض حد التاني, كل شي مرتب, كل شي ضابط, كل شي غير شكل, موسيقى فيروز in the background.
مظبوط ببيعش عربية وهو عربي ترتيب بشكل مش معقول. حسيت حالي بأب سكيل هاي أند سوبر ماركت ضو حلو، سقف عالي، كل شغلة حد التانية، رفوفة بعض عن بعضهم وبعدني على الفوضى. من هون نعمل بارمة سريعة بفرجيكم سوبر ماركت قبل ما نروح على منطقة الأكل. نايس حبيت. لك لسانك لونه حلو دوق لك عم تعذب. لا بالعكس دوق انت نفرجيهم اذا حر او لا. نعملها اونلاين كيف حاج هابانيرو. اسمي سعيد بزي وانا بشتغل هون بديربون فريش بديربون وبديربون هايز ووصلنا 12 سنة هون وبنعمل كل شيء عنا من الفرن لأكل البيت اللي كله مثل ورق عنب وهالشغلات. بنعمل كل الاشياء عنا سوشي عنا شاورما سويتس هونيكي بالاخر يعني كل شيء بنعمل. في فوت واحد لعنا بياخد بينقل بده اياه بياخد كل شيء وبروح من مطرح واحد واكلنا طيب وعلى ذوقكم ونضيف وشغل بيت واهلا وسهلا فيكم. انجوان تعبان تعبان انت تعبان انا شو بدل تعبان جوانا تشين تعبان جوانا تشين.
منقوشة زعتر محشية جبنة من قلبه أو رز مع لحم. حيالله شيء انتو عبالكن يهون موجود. برجع بقلكن الفوضى عند المحل بتفش الخلق، نظيف مرتب سوبر ماركت. فيروز بعدها معنا وعم تتابع معنا وعم تضلها معنا. شو ما عبالكن موجود هون، إن كان لبناني إن كان أجنبي، سوبر ماركت نظيف مرتب. It's a one stop shop وين فيكن تاخدو من السوشي لللبناني مع الفواكه والمنقيش، من الترويقة للعشاء كله موجود هون. كيترينج، غدا، or everything in between. حتى شاورما عندهم موجودين هون. بقولكن شغلة، شكلهم بديربون ملوك الورق عنب. أنا مش أكل ورق عنب عند أربع خمسة محلات ورق بعضهم هالقد طيبين. وهول حموضة الورقة الرزات أوف this is good. خبز طازة، زيت زيتون، وفراكة جنوبية. شو حلو لون اللحمة عندهم بديربون. بردوكن على جنوب لبنان بكاتشي. وهي تلقمة للطريق. الحقني هلأ رح نسوق ساعة ونص. أنا رح أكل ورح طعميك وأنت رح تسوق مثل الشاطر. ما تعطلهم ما تعطل هم وهولي بينهضموا. هيتا ناخد لهم اياها هدية معنا للجماعة ونكون خلصناها على الطريق. اوكي ربي سوري سوري فور كون فور سجستي. انت كفيت ووفيت وعطيتني هدية كفيت. زوكي معا زوكي شوف كريم بشكل مش معقول. امبارح حملنا اربع خمس اشياء وهلا على السريع. هيدي شو خلطة سحرية؟ خلطة السحرية هذا يعني هيدي بدها تجيب اولاد اكثر؟ تجيب اولاد دبل. 10 days in the making. نهارنا العاشر عم بيقطع الوقت بشكل مش معقول. سريع كتير بس كل نهار قد شهر. قد ما في ناس عم نلتقى فيها، قد ما في شغل، قد ما في اشياء عم نعملهم. ومبين على وجهنا اليوم مثل واحد اكل كف لانه تعبنا شوي بس هلا من we refresh and start again tomorrow بنهار جديد. Dearborn بتعقد. Thank you again a million times. شكركم ألف مرة. بس عبالنا قبل ما نفل نحن ومشيين ساعة ونص على لانسينج رح نتعرف على بيت مدور third generation صالون كتير زمان هون. ساعة ونص روحة ساعة ونص رجعة بس بيحرز المشوار هلا بتشوفه. قبل ما نفل يوم عشية عبالنا نتذكر مبارح probably أكتر من 400 ما بعرف 400 بلس 500 شخص اجوا. كلنا تصورنا مع الكل، قعدنا مع الكل، بوسنا الكل. And thank you a million times. ربيع اليوم عبالي نحكي بشو الكلمات اللي سمعناهم ورجعنا نتذكرهم وشو فينا نتعلم. الاشياء اللي الناس خبرتها اللي كتير مهمة كتير كتير مهمة يلي بتخلينا بتعطينا طاقة بتعطينا اندفاع. بارح قلت لهم I fuel on your energy. بتخلينا نكفي ونضلنا مكفيين. رح بلش واتذكر هالشخص يلي اجا لقط لي ايدي دمع وقال لي 33 سنة برات لبنان شريتنا ارض بالضيعة ورح تخلينا عمر البيت بالضيعة ورح ترجعنا على الضيعة بس تتعرف شو عامل فينا. حسيت بالمسؤولية صح وكتير مسؤولية كبيرة. انت شو سمعت؟ انا كتير سمعت اشياء. انا سمعت حب العالم لألك. انا سمعت حب العالم لقضيتك ولشغفك ولشغلك ولتعبك لكل الطاقة اللي عم بتحطها. طلعت بعيون الكل وحسيت قديه هن genuinely و authentically عن جد they love you so much. they follow you بكل تفاصيلة. بيعرفوا نيل، بيعرفوا الأولاد، بيعرفوا التيم، بيعرفوا كل أشخاص يلي موجودين معك. it's very important that people are watching, people are seeing. سمعت كلمات مثل انت جامع الكل، انت ما بتفرقنا، انت بتجمعنا، انت لا الدين ولا السياسة ولا المشاكل إلنا خاص فيها، نحن أبعد بكتير. رح تصير professional تعبيد بنزين. كيف بك تعمل وكيف بترجع على لبنان؟ بتصير بيجي تعبيلك بنزين بتقوله بترجيك
بترجيك انا بحب بنزين موضوع عندي. هلو لانسينج، انتو بتعرفوا انه العاصمه لانسينج مش ديترويت، نحن كنا فاكرين ديترويت لانه اشهر وحده، بس هي لانسينج. سقنا ساعه ونص، طريق كتير حلوه، شتت علينا بالمجي، خفنا 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 خفنا، بقى شعنا شيء. وصلنا على لانسينج، تعبيت بنزين ثالث مره بهيدي السفره يلي عم نعمل فيها كيلومترات كتيره. ناس كانوا واقفين بالدور، يا الناس اللي كانوا قاعدة على الطاولة، أنا ناطرتك ساعتين، يلي وقفت بالدور بنظمة باحترام، كل واحد أخذ منك 4 to 5 minutes average، تعرف عليك، خبرك قصته، خبرك ليش هو بيحبك، خبرك ليش هو بيتابعك، وشو بتذكره، شو بتخليه يحس، وبنفس الوقت راح قاعد ونطرك تتخلص لآخر القاعدة، so super duper loyal fans، amazing. بس اللي حسيته أكتر هو اللود. اللود يلي انا ويكسب معيني عشي واللي انت قلت لي اياه بالاحرى، اللي هو المسؤوليه. المسؤوليه علينا كبيره، وديربورن تراوبلتو المسؤوليه. مسؤوليتنا بقضيتنا ان نلف ونضلنا نبرم حوالين العالم، نضلنا نجمع 16 مليون لبناني وعربي بالعالم واكثر بكثير اكيد، نجمعهم على المحبه، نخلي ثقافتنا، نخلي لغتنا not give up on it. اكلنا ما يتغير، يضل الأكل الأوريجينال، الحمص حمص، والفلافل فلافل، والشاورما بتضل الشاورما مرتب بدون تخبيص. ليش؟ حتى نتخلي عادتنا وتقاليدنا. في شغل استعملتها كتير بهالمشوار حبيته، ولا مرة بتروح على إيطاليا بتقول للبيتزيولا عامل لي بيتزا مثل ما أنا بدي، بتقول له هو بيطعميك مثل ما هو لازم يطعميك بيتزا. فليش دايما نمزح ومنقول ما فيك تطلب بإيطاليا كاتشب؟ لأنه مع احتراما you have to have tomato sauce, you don't have ketchup. So same goes for the Lebanese. نحن لازم كنا نوقف مع بعض تنخلي هالعادات والتقاليد بأكلنا، لأنه لقمتنا بتجمعنا. So هيدا كان part أساسي. الكل حس معك number one. Number two، جمعت الكل مثل ما هي. Let's say على وجه الصحارة مثل بيقولوا، جمعت الكل، كل أديان، كل المذاهب، كل الباكجراوندز، من اقصى الشمال لاقصى جنوب، وشوي من برا لبنان اجوا كمان، بس الاساس كان كل اللبنانيه اجتمعت عندك. فبدي اقول لك اجادك على المسؤوليه. صح يا ربيعك، عم نحكي نتعلم من الناس، طلعت عم نحكي عني. لا انا اذا بدي احكي عنك بدي اقول انه اول شيء قلبي بيكبر فيك وبفتخر فيك، وبعتقد كل انسان امبارح كان واقف. بس انا personally بعد علاقة 7 سنين أنا وياك، كل شيء قطعنا فيه، بتطلع فيك وحنطلع بالطريق، بس طلعت فيك مبارح، وفي أوقات أنسى أكبس ريكورد، كون مسك تليفون ورجع أقول طلع فيك إنه واو، ليك وين كنت وليك وين صرت. 12 سنة تعب، جهد، تصوير، حكي، اللي بدك إياه، ورمت كتير وأكلت كتير وطولت كتير واللي بدك إياه، بس مبارح بقلك انك انا كبرت فيك وكبر قلبي فيك وافتخر فيك كتير، لانه من قلبي بقلك انه بحبك على كل شيء بتعمله، لانك انا واقف حدك ولانك كل العالم واقف حدك. واكتر شيء حبيت اكتر انه كل العالم تتفرج عليك بحبوك، بحبوا نال، بحبوا الاولاد، بحبوا فريقك، ان كان كريم، ان كان الياس، ان كان شادي، ان كان روي، ان كان كمان حدا مارك إليه. سو كلهم سألوا عنهم، وينه مارك، وينه إلي أحوج، وينه كريم اللي هو جبتوه بالشنطة، هي كانت مسحة الليلة. سو الكل حاسس معك وعارف انه انت ماشي وفي جيش وراك، جيش عم بيوصل معك قضية كتير مهمة، يلي هي ندور حول العالم ونجمع كل اللبنانية والأرب كوميونيتيز. We're gonna keep going. Definitely. كانت ليلة كتير حلوة، تعلمنا منها كتير، ضحكنا، التقينا، حكينا. الناس رجعت على لبنان بعد 30 سنة، بعد 20 سنة، بعد 40 سنة، بس المغزى الأساسي ربيع، نطروا الساعة تيقولوا لي مرسي ومرحبا ويتصوروا معي. يعني اللبناني بيوقف بالصف، وقفوا بالدور، تركوا أشغالهم وإجوا. مبارح كان في كل الأديان مع بعضنا وحبينا بعضنا وقعدنا مع بعضنا، ما حدا سألوا أنت من وين، أنت مين، أنت مع مين، أنت شو بتعمل. قادرين 16 مليون واحد بالعالم ننجح، نحب بعضنا، نحكي مع بعضنا، نقعد مع بعضنا، قادرين ندعم بعضنا، قادرين نكون شيء كتير كبير. اليوم ديربون عم تكبر أكتر وأكتر، ديربون هايتس عم تكبر أكتر وأكتر، اللبنانية وين ما كان بأمريكا عم يكبروا أكتر وأكتر، موجودين هون وهون. الماير هلا عن جديد، إن كان النواب، إن كان الوزراء، إن كان بكرة رايحين على واشنطن رح التقى بناس كتير وين ما كان بالدنيا. بس غريب، واحد بنرجع على لبنان وبيتحول بصير فوضى. يمكن هي الثيرابي،
تبع كل اللبنانية بالعالم يرجعوا ويحسوا انه اتس ثيرابي لاند. بس ثيرابي لاند على حساب شو؟ بس اني anyway, كان نهار كان ليله كثير حلوه. نحن مكفيين لانه الهدف كبير، نجمع بعضنا كلنا بالعالم، نحب بعضنا اكثر، نشتري من بعضنا، ندعم بعضنا، نساعد بعضنا، buy from each other, support each other، وكلنا سوا لقدام. بدنا نرجع نقول لهم thank you so much اكثر من ما بعرف يمكن 400 500 واحد. لا لا لا، انت في بارتس نسيتهم، في بارتس ناس عزمتك على بيوتها من يعني مش معقول، وكل واحد طلع فيك ويقول لك شعر نايم بالاوتيل. ايه وين بدنا نام؟ تعال نام عندي، تعال نام عندي. هيك عاداتنا وتقاليدنا، لوك اجيت جوز بومبس. عاداتنا وتقاليدنا انه مننام عند بعض، بنوقف مع بعض، وبدي ادعي للكل كان بلبنان وخارج لبنان، مزبوط ثيرابي. بس انا بطلب نغير هالعاده يلي عم تتعلموه برا، جيبوه لعنا، علمونا اياه، علمونا اياه، علمونا اللبناني المسافر، ما تنظروا على بعض، علموه صح. ربيع صح، انت تعلمت، انت سفرت، انت اخذت، انت كبرت، انت صار لك تشانس انك تفل، صار لك الحظ او صار لك المثابره، صرت ظهرت. ارجع على لبنان وعلمه للي ما سافر يمشي على الزيح. صح برجع، وانت بتعرف بنرجع نحن ما بنزمر، نمشي على الزيح، منضلنا كتير محترمين، ومنقول انه هيك علمونا برا، ومنرجع ومنجرب. اولادنا محترمين ومعلمين ومهذبين وبيوقفوا بالصف. ليش مش الكل هيك؟ وكل واحد شفناها كل ضيعة فيها مخترب يرجع يعلم النظام، ما يعمل حاله ابو ربا وجايب مصرياته يشتري النظام ابدا. فهول تعلمناهم، مش هنعمل درس اليوم بس هيدا. حلوين حلوين، it's the positive side of it. حدا اجى قال لك وبيك بوجهك وقال لك من وراك اشتريت بيت بضيعتي بعد 30 سنة غربة. شغلة تانية كمان ما ننساها، هديك اليوم you visited، نحن عم نزور مطاعم صح؟ وكلنا بنعرف انه المطاعم بين بعض competitive، كل واحد بيقول هيدا فاتح مثلي انا، مطعم لبناني مطعم لبناني. صار معنا موقف كتير حلو، كتير حلو. You posted a video of a restaurant زرناه بنهار عند معي. حبيبز، عند حبيبز اجا الامير حط كومنت عند حبيبز وقال برافو great job. بعت له مسج قلت له انت بتعلم العالم الاخلاق. صح، هاي الاخلاق، هيدا لبنان، هيك لازم نكون، هيك لازم نكون مع بعض. And this taught us yesterday that we are all about love, respect. إذا كل واحد وقف بالدور مبارح من كل الأطراف إذا بدك بلبنان كرمالك، معناتها أنت شخص بملايين الأشخاص اللي عملت a difference. تخيل لو كلهم بيعملوا هيك. هاي Great job. Thank you. Hello, you can see my whole shop. This is where I do all my work in-house. Okay. Hello, like in the middle right now, I'm doing a diamond setting. So you're working with Hakim Snan, huh? Hot hole. Isn't that awesome? So this is an all diamond engagement ring that I'm working on, and platinum, colorless diamonds. And you can see I have full control on my scope. And I can get real tight. I started in the industry. I'm third generation jeweler. Started with my grandfather in Beirut, Lebanon. He was a clockmaker. Dad came over and mom in the 70s. Ooh, he had a little bit of like watchmaking skill. Ooh, he didn't speak English or anything like that. Dad came to Lansing, where we're here now. And he started changing watch batteries. That was his first job. And then he saved up his money, got his own shop,
very, very small, and then it grew, and this family business grew. Now we have 10 stores in the state of Michigan and one in California. But where I come into play is I've been on the jeweler's bench behind me my whole life. Dad taught me the basics, and I fell in love with the whole art. And you enjoy working into the details of things? Passion. It's super passionate. The way that the people that you interview are passionate about food is the way that I'm passionate about jewelry. I absolutely love it. So fast forward, I've been doing it my whole life. I've worked in the family business, which is Metalware Jewelers. In 2019, I decided to go on my own and do my own thing and start my own brand under JP the Jeweler. And it's kind of a first of its kind, being a full custom jeweler, but online. So my clients are from all over the world. You know, we have people in the United Kingdom, in Australia, in Canada, a few in the Middle East, hopefully more soon, and of course all over the United States. But the whole concept is this kind of a farm-to-table approach, best with jewelry. Because a lot of people don't see jewelry being made because it's mass-produced. It's usually done big factories, usually in China or somewhere like that. So I did all this to show people, and we film me working on the jewelry, so our clients and then future people, future clients, and of course just fans that love seeing how things work together, how things go together, so they can see it. So that's why I started JP the Jeweler, and that's where I am now. Your passion is contagious. how did it start? Was it a family thing? You were accompanying your father. You heard the story of your grandfather. How did it start? Because there's something inside you that just I think passion fires up. Passion runs in our blood for sure. But dad's approach and mom's approach was more into jewelry, your traditional jewelry stores. And of course, the dad designed plenty. Mom has designed plenty. But the whole bench aspect is something that I've always loved. I always loved music. So I turned my passion for music kind of more into passion for jewelry. And I started sculpting and designing, and I've been hooked since. How old are you? I'm 34. Wow. Who's your biggest jeweler inspiration, or biggest jewelry brand inspiration? Probably one day you'll become as big as them. You know, a lot of big brands, the issue that I have with that is they don't show how it's being made. So outside of of course, Tiffany & Co., Cartier, Harry Winston, they're fantastic brands. But there's very few people out there that are doing what I do. They'll showcase beautiful jewelry, but they won't show you how it's made. So this is where I'm kind of a unicorn in this game. Maybe two or three other guys on social media. But eventually, of course, I'd love to be the size of the big players. But I love where I'm at now. We're growing crazy. How does it start? How does the design start? How do you know where to start? Yeah. What to use? How to do it? It all starts on my iPad with the Apple Pencil. All I do is I freehand first my sketch. So with this specific piece, this is a custom order for a client. Mm-hmm. She mentioned she wants an engagement ring, but she wants to be all diamonds. She didn't want to see metal. So this technique is called three-dimensional diamond setting, where you have diamonds on all three visible planes, mm-hmm. on the sides and on the top. So my inspiration for this design came from the fact that she just wanted all, as much diamond as possible, the least amount of metal as possible. So with this ring, we went with platinum, because it's stark, stark white material. And it's very good for holding something like these diamonds, which are all ideal cut. Every one of these little, even the little tiny ones on the corners, each one has 57 facets and they're cut to ideal proportions. So they really dance when the light hits them. I'm not gonna ask you how much is it, but it's okay. So all you do is... It's a little bit of a lot. So all you do is custom made. Yeah. Clients call you, contact you all across the globe. Yeah. And you take your time to create something that is second to none. That's the beauty of it. And in fact, they don't really call me. They don't have my number. They contact me through DMs on IG or Facebook messages or on YouTube. So it starts with a message and then a sketch. And then whether it be they want to come and see me personally, some people fly in. This gal came in to see me because she wanted to meet me. That's most of the time, it's just what comes off the top of my head, and then I'll show a concept. And if they like where I'm going with it, I want you guys to peek over there. You get to see my CAD designer. We engineer it in CAD. So we give you more of like a three-dimensional interpretation of the design.
If they approve that, then I start melting the metal and I start carving, and eventually passion, I set diamonds. Passion, passion. Tell me how where's Lebanon in all of this? How are you connected to your roots? How do you still feel third generation out of Lebanon? How do you still feel there is Lebanon running somewhere? Oh, it burns. It burns deep in my veins, whether it be through the food. Now, I understand everything, right? But I've been in the, and I mix half Arabic, half English, especially when I talk to mom and dad. But I've visited my whole life, my whole childhood, and I'm first generation in America. So it runs very, very deeply. It kind of affects a lot of the things I do. And my passion, I think, comes from that vigor and being a Lebanese guy and very proud of it. Pierre Mdawar, أنا من الأشرفية من بيروت. تركت لبنان كان عمري شي 16 سنة أول الحوادث بال 75 وجيت على كاليفورنيا. I immigrated على كاليفورنيا على لوس أنجلوس وأنا وإخواتي نحن خمس شباب وبلشنا نحن بلبنان كان عنا مدور محلات مدور ببيروت عاملين ساحة الزهور بنص الساحة بساحة الشهداء ببيروت. هيدا خي الكبير، أنا أصغر واحد بالعائلة. وبلشنا بلوس أنجلوس وجربنا نقلع عن جديد عشان راح كل شيء عنا بلبنان. هادنا من كل شيء، المحلات تكسروا وانسرقوا. جينا على لوس أنجلوس وجربنا نقلع عن جديد، نفتح محلات ونبلش من الزيرو. ولوس أنجلوس very competitive، كتير في يعني أرمن واللبنانية وكلهم عبطاح طاحشوا. قعدت أنا هنيك شي 5 سنين 4 سنين ونص. إخواتي فتحوا محلات هنيك، أنا قررت إجي زور خي هون بميشيغان اسمه سامي. وجيت لقيتها هيك ضيعة صغيرة ومهضومة وحبيت المنطقة وقلت له طيب أنا بدي أنقل لهون ونبلش أنا وياك بالمصلحة بلانسينج. كان عمري 21 سنة بلشت أنا وخيي، والله فتح بوجهنا وصرنا نفتح محل ورا التاني وصار عنا شي 7-8 محلات. واجا خيي كمان 2 من كاليفورنيا اجوا لقونا هون، صرنا نوسع اكثر واكثر. و 40 years later there's where we are. واسسنا of course Catherine was a big part of my life وشي was the face of the company، يعني كل الماركتينج والادفرتايزنج Catherine كانت مستلمتها وحبوها بلانسينج. شو بدي خبرك؟ She did very well. وبنتي كريستينا كمان هي وامها كانوا كتير معروفين بالماركتينج، تي في كوميرشلز وهيك. جون بيير didn't have anything to do with the marketing. All he wants is sit behind the bench and make jewelry. علمته كان عمره شي 7-8 سنين يقعد يقرب لي الالماز ويقعد يشوفنا عم بعمل بالتورش، بده يشتغل. يقول لي يا بيي بعدك صغير، بده يحمل التولز وبده يشتغل. And he loved it, and he picked up on it. وسم الله عليه يعني he بدا وحطني. Said I can't even compete, I can't even come close to what he can do. فكتير حب للمصلحة وقرر إنه start something on his own. And I'm very proud of him. That's all I can say. This is gonna walk in into place here. And then the real star of the show, I might as well show you this one. It's a 3.5 carat. Round brilliant cut diamond, earth mine. This is the real star of the show. Oh my god. It's crazy, right? أنتي نحن بنسمع عنك وبنشوفك وكتير كتير كتير بنحبك أنا وكل أهلي وكل عائلتي. So you are so welcome to be here with us and share our joy. This family, I joined the Medawar Jewelers family تقريبا من شي 38 سنة وبلشت اتعلم الجولري بزنس. My background is in psychology بس كتير 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 حبيت هالمصلحة وتعلمتها وصرت افهم فيها شوية يعني اكتر من الافريج بيرسون. وبعدين اخذت كلاسز مع جي اي اي لحتى صرت دايموند جريدر. سو هيدي تقريبا المصلحة اللي بشتغل فيها دايما، بعمل ديزاين وبس صمم القطعة بتروح لعن جون بيير يلي رح تشوفوه اليوم. وبعدين هو ببلش يشتغل فيها من from A to Z.
فلما يجوا لعنا الزبائن نحن نكون كتير مبسوطين إنه يجوا. أولاً عم بيحطوا ثقتهم فينا كعائلة، وبنحب إنه يشعروا إنه هن كتير كتير مبسوطين يكونوا هون. We go out of our way to make sure that the customer is happy and satisfied. منحس إنه هيدي gift يلي ربنا عطينا إياها إنه نكون نحن بهالبلد. صحيح الباكجراوند تبعنا من لبنان ومنفتخر كتير بالباكجراوند تبعنا، لكن كمان مبسوطين إنه عنا opportunity نكون بهالبلد، ومنحس عنا responsibility إنه نعمل قد ما فينا لنكون ناس كويسين وصالحين لهالمجتمع. يلا بقى يا ميت، اهلا وسهلا. Cheers. Welcome. The beer. Cheers. Cheers. Yeah, cheers. Oops. Yeah. And when someday we want to meet you one. ان شاء الله اكيد. لازم. ما راح تجيبه على شيء. لازم. لازم. اول شيء البيجل عندكم كثير طالع حبيته. ومش سموك سالمون ملغوم غير شكل. سالمون غير شكل حتى يطلع حامضه. شويه كريم تشيز. بنيويورك ما عملوا هيك شيء. مدام كثير الصحن. عاد ناس قبولنا، كيفكن؟ Cheers. ولا عندكن المزيد حلوين والأكلات طيبين. ديربون يا ديربون، شو تعلمت من ديربون؟ حلو، محبة، عطاء، استقبال، أكل، ثقافة، تراث، تاريخ، التركيز على لبنان، ملقطين بثقافتهم، ملقطين بتاريخهم، ملقطين بأرضهم، ملقطين بعوايدهم. ديربون هي لبنان بعيد عن لبنان، ديربون هي شغلة كتير كبيرة. بس أنا ساعة جيت على ديربون، خبار خبار يمين شمال، شو بدك تجي تعمل؟ ما في أكل طيب، شو مخكرة ما رح تاكل أكل طيب. بزعل على كل واحد بيقعد على كنبيته لاقط التليفون بإيده وبيكب سم على الناس. بزعل على كل واحد ما بينطر إلا يقوس على صاحبه اللبناني وعلى خيه اللبناني وينتقد أونلاين قدام كل الناس، بدل ما يبعت برايفت مسج إن كان إلي وإن كان المطعم يقول له أكلاتك مش طيبين. بزعل على كل واحد ما بيلاقي إلا يفركش خيه اللبناني أو أخته اللبنانية. أنا بدي أقولكم فيلم من ديربون مبسوط، في أكل طيب إيه، في أكل أقل يمكن، بس ما كبينا سم وين ما كان. حكينا أصحاب المطاعم، بعتنا لهم مسجز، ما حبيناه ما بنروح لعنده، بس بلا ما نخبر اخبار. علمتنا ديربون المحبه، وانا حابب اليوم اطلب من الكل ان كان بديربون وبالعالم بنحب بعضنا، كل واحد بيبعت نيجاتيف مسج اونلاين او بيكب سم اونلاين خلينا نقوس عليه ونرشقه ونقول له ستوب ونقول له ضب حالك ونقول له خليك ببيتك ونقول له خلي النيجاتيفيتي تبعك لك. بنقدر نبني جيل المستقبل اللبناني اللي داعم بعضه بمحبتنا لبعضنا على القليلة openly. في شيء نوضحه اليوم، بس بده الإنسان ينتقد أكل، الأكل بكل منطقة بلبنان، خلينا نحكي عن لبنان اليوم، الكب الني بالجنوب بيأكلوه بطريقة، بالشمال بيأكلوه بطريقة، مش معناته حدا أحلى من أطيب من شيء. في ناس بتحط دبس الرمان مع التبولة، في ناس ما بتحط دبس الرمان مع التبولة. انت بتاكل الدجاج مع بلا توم بتاكله مع حمص. في ناس كتير قالت لك بهالمشوار كيف نشيل التوم من الحمص، اخر القعدة قال لك مان هيك رح يصير الحمص طبعاً. ما تخبر حدا غيرت الروسات 100%. انه راح اجى لعندك صح الشيف وقال لك بتعرف انا عطني وطيبة، مش معناته ما كانت طيب لانه انت ما بتحب التوم او لانه حدا ما بحب دبس الرمان. اتس ازواق، الدنيا ازواق يا جماعة. بلس خلينا نسألك شيء واضح، انت مرتك بالبيت هلا كل مرة بتعمل طبخة بتطلع معها 100%، اوقات بتكون الاولاد متعبينة هي ما قالها ما زبطت معها، فاين وي جيف ا تشانس، everybody deserves a second chance. So again شوية رحمة، حبوا بعض. وانا لكل حدا كتب نيجاتيف كومنتس ان كان مسجز ولا اون ذا وول، انا بتمنى من الكل اي ثينك يو اجري وذ مي، بليز روحوا محون وروحوا لعند صاحب المحل سوري انا صار عندي اكسبيرينس مش عارف، والله اللحمه كانت مزنخة، يمكن هالساندويتش كان خفيف، الخبز بيتي بتصير، بس ما هيك نهت بعض ويجينا مسجز الي ولا لك اوعى تاكلوا بديربون الاكل مش طيب، اوعى تروح لعند فلان. This is not us. ثلاث اشياء بنخلص فيها الفيديو وبنقول سامحوا، لا
نفسية المسامحة، اثنين ما تقطعوا برزق العالم. انت ساعة اللي بتكب سم وبتقول لحمته مش طيبة، عرف كم واحد ما بقى رح يروح لعنده، عم تقطع برزق الناس. ثلاثة حبوا بعض أكتر، المحبة اللي بتروح بترجع لك، والنيجاتيفيتي والتشاؤم اللي بيروح بيرجع لك. بدير بورن رح أرجع تنخطي كل المطاعم، لأنه الكل بعقده والكل بيطلع لهم تشانس. أهم شيء بشكركم على المحبة، وعن جديد حسيت حالي ببيتي. Much love. Off to Washington. عم نقضي وقت روعة، رائع رائع رائع. عم نكمل الضحك. خلينا نقول مثل ما هي، إذا حدا بيقول يعطيك العافية كيف تعملوها سألوني call me. أربع ساعات مشوار شو We are having a blessed time. هيدا آخر وقفة بميشيغان، رح ناكل بيتزا كتير محمس من الصبح. يلا it's pizza time. If you were growing up in the Dearborn area in the early 90s, you had your first taste of halal pepperoni at my pizza's, my parents' pizzeria in Dearborn, the original Alvino's Pizza. And you know, that pizzeria we were raised in, we learned how to toss dough, we learned how to play with flour, we learned how to answer phones, take orders, and we learned how to really be a part of the community that we grew up in. Fast forward to 2019, after my parents had, you know, retired from the pizzeria industry, my brother Jalal and I brought back the Alvino's concept. We elevated it to a more artisanal style pizza, but like the original, we cook everything on the stone oven. We source our ingredients from local businesses and keep everything as fresh and Mediterranean inspired as possible. Everything is hand tossed, Mediterranean inspired, and it's cooked on our stone oven. And everything is served with an extra dose of Lebanese hospitality. So our dough is made fresh in-house daily. This beautiful dough maker over here has, it's behind Anthony, but it's survived many years with us. Everyone that comes into this kitchen puts their hands on the dough in some sort of the process. We let the dough rest overnight in the fridge. It usually takes about 18 hours to rest. Whenever pizza, before the pizza goes in the oven, it's always hand tossed. I think behind me there, you might be able to watch some live action right now of part of our hand tossing style, right? In addition to that, we've got a beautiful team of people who work together to make sure that every single pizza is made with the freshest ingredients, the most authentic artisanal style, and it's cooked in our stone ovens. This way we have a super convenient pickup window. So when you pick up your pizza, you don't even have to leave your car. You just come on over and you pick it up from the pickup window. This is the Alvino's Rolitza pizza. It's a rolled pizza.
And if you notice, there's like a special oregano and Parmesan crust. Cheese, our house fried chicken, crispy chicken, infused with all of our house-made marinara and fresh basil and a dash of Parmesan. So it's basically like you're eating an Italian rolled pizza sandwich with a little bit of like a chicken Parmesan and pizza blended in one. جيب لك بيتزا وواصل. الجو بالمطبخ روعة، عن جد جو بالمطبخ روعة. ومين بيقول انه محل individual عنده تيك اواي او درايف ثرو سموها بيقدر يعمل بيتزا هالقد حلوين وسريعين؟ الجو جوا الشبيبة روعة، العجينة كيف تلعب كيف تطلع، الفرن and then المكونات كرم عدد، صوص طماط، جبنة، American style very thin pizza. البندورة acidity ولا أروع من هيك. جبنة كريمة. It's a good one. Yeah. عملونا تقريبا المنيو كله. بلشنا بهاي. خليكم. هنكفى على البقية. توميتو صوص روعة روعة روعة. راجع. هاي سخنة. ضربنا الباب. هاي سخنة كتير. تريبل بيبروني. السؤال واضح. بيعملوها لكل الناس هيك؟ يس بيعملوها لكل الناس هيك. لأن اسمها تريبل بيبروني. البيبروني العادية فعليها بيبروني أقل. حلوة كتير. مصفوفة صف. وحدة حد التانية. طلعوا الطرف قديش حلو. تحميصته حلوة. ووقفتها حلوة. سوبر thinly sliced in house. تطلع هالقد ضعيفة. واو. Good American pizza. With crunchy crust. Next. رجع. هيدا كتير سبيسيال الباب. هيدا معمولة من عجينة زعتر. يعني امريكان مش شايفين لك شيء. محطوط عليها ميديترينيان فليفرز، زيتون، ريحتها بسكوي هيدي. قوي كثير قوي. روح منا منقوشه بس بيتزا عزعتر، زيتونة رائعة، الأسيدتي عظيمة، جبنتها خويت وعشرتها طيبة. That's a good one. روق بعتوي راجع. هيدي غير قصة. هيدي ديترويت ستايل. ديترويت ستايل بتدق بالحديدة على جنب، بتحمص شوي، أسمك جبنتها حلوة كتير. واو، ماي فيفورت. سميكة، جوسي، بندورية مثل كانوا مقطوفة هلا. سفرتنا على ايطاليا. والطراف جبنة دقة بالحديدة. Very nice air bubbles. Oh, you're my favorite. Super favorite. دقة. كمان كاتشتان. دقة. مش كاتشتان. بعد فيق. ثانية. راك واحدة. شو قلت لكم الصبح؟ ديترويت is the land of sweet stuff and sugar. The Nutella real Nutella pizza. تبهتوا قديش كريسبي، بتحمص الخبزة مزبوط، بتفوت على الفرن مثل الخبز بتحمص مزبوط، عندين ساعات بتظهر بنحط عليها كل هالنوتيلا وكل هالقصة الغير شكل.
انا اكيد الاولاد بحبوها كثير السويت كريفينج هيدي رح احطها بالعلبه ورح ضبها وغنجها واهتم فيها تنكلها على الروت تريب من هون على واشنطن ديربون جود باي رح اشتاق لك رح اشتاق لك كثير باي ديربون وان الله راد نلتقى كثير قريبا نحن نلتقى فيكم بالحلقه بكره بنهارنا ال11 من برمت امريكا اللي بتسطل